أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أسعد الله مساءكم. بنعتذر عن حضراتكم للتأخير. طبعا النهاردة احنا متعودين كل يوم ثلاثاء بنلتقي بحضراتكم في تمام الساعة 10، لكن بتحصل بعض الأزمات، فاحنا النهاردة معلش بنتأخر على ميعادنا وبنتأخر على حضرات السادة المشاهدين. طبعا صوت الناشئين زي ما تعودنا هو صوت لكل قطاعات ناشئين مصر، سواء أندية الدوري الممتاز أو أندية الأقاليم أو حتى مراكز الشباب. دائما بنكون معاكم باستمرار في مشاكلكم، في سلبياتكم، في إيجابياتكم. فإن شاء الله بإذن الله هنلتقي الأسبوع القادم برضو في تمام الساعة 10. اسمحوا لي نروح للأخبار. اجتماع المشرف العام بنادي المقاولين العرب المهندس محمد عادل والكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وجميع الأجهزة الطبية والإدارية والفنية، وده تعود دايما كل فترة بيجتمع السيد المشرف المهندس محمد عادل، يمكن معانا الصور على الشاشة، بالكابتن رضوان رئيس قطاع الناشئين، وده بيغرس العلاقات الطيبة ما بين الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وإحنا بنشهد طفرة كبيرة كنادي مقاولين العرب في وجود الكابتن رضوان. طبعا الصورة موجودة قدامنا على الشاشة، المهندس محمد عادل، الأستاذ جلال فراج المدير التنفيذي للنادي، والكابتن الكبير المنقذ مع كابتن محمد رضوان. دائما بنقعد على طاولة المناقشات وبنتكلم عن سلبيات وإيجابيات خلال الاجتماع. طبعا الفترة الأخيرة اسمحوا لي أتكلم عن ظاهرة ابتدت تؤثر على الإعلام الرياضي، وهي ظاهرة البرامج الممولة من أولياء الأمور. في أحد البرامج طبعا اتكلموا وشككوا في قدرات مدرب محترم الكابتن محمد عز المدير الفني لمنتخب القاهرة، اللي بيحمل سي في قوي جدا سواء كان لاعب أو سواء كان مدرب. طبعا اسمحوا لي أفتح الملف ده في الجزء الثاني من الحلقة، هطلع لفاصل واستقبل نجم بكرة وفقرة نجوم المستقبل واللاعب أحمد محسن الشهير بخوليو لاعب نادي المقاولين العرب مواليد 2000. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا احنا بنحتفل باعياد الميلاد المجيد كل سنه، واخواتنا الاقباط شركاء الوطن بخير، وكل سنه ومصر دايما بخير، ومصر هتفضل دايما قويه بجيشها وبشعبها وبشرطتها وكل مؤسساتها المحترمه. طبعا عشان دخلنا في التهنئه اسمحوا لي اهني الكابتن ايمن هريدي اللي موصيني جامد يعني النهارده بمناسبه عيد ميلاده، الكابتن ايمن هريدي مدرب حراس مرمى 2001 لنادي المقاولين العرب. كل مليون سنه وانت طيب يا كابتن ايمن. اسمحوا لي اهني كبير مشجعي نادي الزمالك الاستاذ جمال محمد، يعني عمده ديروط وكبير مشجعي نادي الزمالك. وانا طبعا انا يعني زي ما انت قلت لي يا جمال، انا عاشق لنادي الزمالك ومحب النادي الاهلي، ودايما انت بتنتقدني دايما باستمرار. كل سنه وانت طيب. طبعا معانا برعم الجد عمرو رزيق، ده لاعب مواليد 2008، لاعب نادي الترسانه، وهو من بني سويف ومن اللعيبه اللي هيكون لهم مستقبل جامد جدا. وايضا معايا في فقرتي دي حالا لاعب نادي المقاولين العرب. طبعا زي ما قلنا فكرة الاستثمار الرياضي ممكن تنجح وممكن تفشل، لكن الاستثمار الرياضي في نادي المقاولين العرب ماشي بخطة ثابتة جدا، وفي بعض المواهب اللي ممكن يكون ليها مستقبل كبير في السنوات اللي جاية. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللاعب أحمد محسن الشهير بخوليو مواليد 2001 واللي بيلعب في 2000. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. الحمد لله.
انت يعني حكايتك ايه بقى؟ لعبت في حلوان وبعد كده المقاولين، اتحاد الشرطة المقاولين، تسمح لي بس احكي لنا قبل ما بقى. اقول اي حاجة اشكر حضرتك على استضافتك الجميلة دي ليا، و يعني بشكرك جدا يعني على وجودي معاك. انا اسمي احمد محسن، شهرتي خوليو، لعبت في حلوان العام ونادي مايو عندنا و63 الحربي، والحمد لله ربنا كرمني يعني بفضل الله مع كابتن هاني سكر وكابتن صبري سمير وكابتن محمد سراج، والحمد لله ربنا كرمني ودخلت نادي مقاولين العرب. يعني ان شاء الله انت يعني ليك مستقبل كويس. واسمح لي اشكر معاك برضو الكابتن هاني سكر المدرب العام، كابتن صبري سمير يعني المدير الفني وصاحب التجربه الاستثماريه في نادي المقاولين، عامل شغل كويس وشغل محترم. لكن قول لي بقى احمد كده، يعني مين من المدربين اللي حسيت ان هو اثر فيك او اضاف لك كتير او غير مركزك في الملعب؟ بصراحة أنا كل مدرب لعبت معاه اداني يعني من خبراته زيادة، يعني كل مدرب كان بيديني حاجة بتفيدني، مع يعني كل مدرب بصراحة. كابتن حمامة بقى بيمثل لك ايه بقى؟ الله يعني بصراحة كابتن حمامة قامة على فكرة كبيرة. عايز اقول للسادة المشاهدين، كابتن حمامة نجم نادي الزمالك وابن شبرا ونجم البلاستيك، يعني من المدربين اللي انا بحترمهم، ومن كان لاعب كبير، وانا يمكن وانا ناشئ في نادي الزمالك كانوا بيلقبوني بحمامه، فهو له معزه خاصه جوايا، وانا بوجه له من خلالك ابن حلوان وابن شبرا الكابتن حمامه، بوجه له كل الشكر والتقدير. وهو كلمني وان شاء الله كابتن حمامه هيكون بينا لقاء قريب، لان انت نجم بإذن كبير الله وتستاهل وتستحق ان الناس تسمع منك يعني قصه كفاح كبيره جدا خاصه بالكابتن حمامه. صح والله، اتفضل. هو كابتن ملوش حل الصراحة، يعني عنده فكر مش عند حد، يعني بالنسبة لأن أنا شفته واللي أنا حضرته معاه، ولعيب يعني كان في يوم من الأيام حد جامد طبعا يعني مش طبعا قليل طبعا. وبس. فيعني هو كابتن ده غير ان هو اضاف لي كتير جدا في حياتي الكروية جدا يعني الصراحة. بس طيب شايف الفكرة ايه بقى والحياة في نادي المقاولين العرب، وخاصة هي تجربة استثمارية؟ الصراحة انا التجربة مريت بيها جميلة جدا، ومع يعني مع كباتن كبار يعني زي كابتن صبري سمير الله اكبر عليه، كابتن يعني ملوش حل الصراحة، وكابتن هاني سكر يعني طبعا له فضل كبير بعد ربنا ان انا ادخل النادي ده وان كابتن صبري يشوفني، وطبعا عايز اشكر طبعا والدي يعني هو الصراحة معايا في كل حاجة يعني. وانا بتفق معاك وبشكر استاذ محسن، لان انا عارف مدى معاناته معاك يعني. والله طيب انت دلوقتي لو اتعرض عليك اهلي او زمالك يعني وانت في المقاولين العرب، تختار تفضل في المقاولين العرب ولا تروح الاهلي او الزمالك او اي الانديه؟ والله اللي ربنا يريده انا ما عنديش اي مانع يعني، بس انا نفسي باذن الله الاهلي طبعا، يعني ده حلم اي حد يعني بيلعب كوره، بس انا يعني مبسوط بتجربتي مع نادي المقاولين ومع الناس اللي انا فعلا بلعب معاهم. يعني انت دلوقتي في نادي المقاولين العرب، يعني مش نفسك تخوض تجربة الكابتن محمد صلاح ومحمد النني؟ طبيعي طبيعي يعني انا نفسي فعلا احترف واجرب هنا واجرب هناك ويبقى ليا اسم في يوم من الايام زي الناس دي. بيمثلك ايه بقى كابتن محمد صلاح في حياتك كده؟ يعني الاصرار العزيمة، ان واحد طول ما هو شغال في حياته هياخد، يعني اشتغل على نفسه اتعب كتير طبعا. هتاخد، يعني اللي ربنا رايده هو طبعا موجود بس انت اتعب هتاخد. انا دايما عارف يا احمد، اقول ان الكابتن محمد صلاح ده يعني حاله ربانيه. هو يعني بيعمل خير كتير ومع ربنا سبحانه وتعالى. واسمح لي اوجه كل الشكر لكابتن محمد رضوان، يمكن الكابتن محمد رضوان اول من دفع بمحمد صلاح وشاركه طبعا وصعده من الناشئين، يمكن كان في سنك، كان 15 سنه ونص او 16 سنه، اللي حاجات بسيطه. ويعني هو اللي اكتشف محمد صلاح. في بعض المدربين اثروا في حياه الكابتن محمد صلاح سواء دربوه في الناشئين، لكن انا بقول دايما ان بيبقى صاحب الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي يطلعك للفريق الاول، اللي يعرفك بالناس اللي تبتدي تحط رجلك نحو المسار الصحيح. انا متفق كفلسطين معاك جدا الصراحه، لان هو اللعيب مدرب يرفعك ويعمل منك لاعب
قوي جدا ومدرب بيحسسك انك ولا حاجه. احنا معانا يا احمد طبعا كابتن صبري سمير على التليفون، نجم نادي المقاولين اللي اخذ بطولات في نادي المقاولين وصاحب التجربه الاستثماريه في نادي المقاولين. اهلا بيك يا كابتن صبري. طيب هنحاول الاتصال تاني لان الاتصال قطع. فانا بقول ان هو ده المثال الكويس جدا، ان المدير الفني اللي يحط رجليك، اللي يوقفك على اول الطريق كفريستيم او كفريق اول. فانا بوجه الشكر لكابتن محمد رضوان. وكابتن صبري معانا، قول لي بقى ابو حميد كده، يعني الفتره اللي جايه انتوا ماشيين تاني الدوري، الفترة اللي جاية شايف ايه؟ يعني في عزيمة السنة دي للفرقة تنافس على البطولة؟ انا الصراحة شايف ان الفرقة بإذن الله تنافس البطولة وتاخدها كمان يعني. ان شاء الله. الكابتن صبري سمير معانا. كابتن محمد. كابتن صبري سمير نجم نادي المقاولين السابق، وطبعا اللي اخذ بطولات مع فرقة نادي المقاولين. اهلا بيك يا كابتن صبري. اهلا بيك كابتن محمد، اتشرفت بيك واتشرفت بالبرنامج المحترم دوت. برنامج بصراحة بيطلع الناشئين وبيظهر الناشئين وبيظهر الشغل، الناس طبعا مش عارفاه، فبشكر حضرتك على المداخله دي. ده دورنا نحو كل لعيب في مصر ياخد حقه، لكن انا اللي بشكرك على التجربه المحترمه، التجربه الاستثماريه. انا كنت يمكن قبل مداخلتك بقول انها تجربه من انجح التجارب الاستثماريه، زي ما بنقول بالبلدي كده، ان بعض المستثمرين في الأندية ممكن يكون هدفه الربح فقط، لكن انت النهاردة عامل فرقة محترمة بتنافس في دوري القاهرة المركز الثاني بفارق نقطتين عن النادي الأهلي. يعني عامل شغل كبير، جايب أجهزة محترمة، أجهزة فنية محترمة. يمكن ده اللي كمان اللي بيديك ثقة عند إدارة نادي المقاولين العرب، وخاصة الباشمهندس محمد عادل والكابتن محمد رضوان اللي بيدعمك بكل قوة وواقف في ظهرك. فيعني احكي لنا عن يعني اختيارك للاعب. هل انت، احنا عارفين التجربة الاستثمارية بتبقى مقابل مادي، لكن انا بشوف حضرتك، لكن انا احب انت تحكي للسادة المشاهدين، ان انت قبل اللاعب ما بيمضي او بيوقع في فرقة نادي المقاولين العرب 2000 انت بتنزله وبتشوف مستواه. يعني انا عايزك تحكي التجربة مع الناس كده. طبعا اولا انا بشكر نادي المقاولين طبعا اللي هو بيتي، بشكر الكابتن محمد رضوان، بشكر الباشمهندس محمد عادل على الثقه اللي هم اديها لي. بصراحه كابتن رضوان دايما في ظهري، دايما بيساندني. طبعا النجاح ده كله بفضل الكابتن رضوان وبفضل الباشمهندس محمد عادل. تاني حاجه طبعا احنا مش موضوع استثمار، هي مش موضوع استثمار، احنا طبعا احنا بنعمل الحاجات ديت لان في لعيبه مظلومه كتير مش قادره تروح اي نادي، وغير كده كمان بتبقى لسه مش جاهزه، عندها مشكله في البدني، عندها مشكله في الشغل مثلا اللي هو التكتيك في الملعب. احنا الحمد لله عندنا الصبر في الحاجات دي، حتى القرش اللي هم بيدفعوه احنا بنصرفه عليهم خلال الموسم، من خلال طبعا المبلغ اللي بياخده النادي، من خلال الادوات اللي احنا بنجيبها، المدربين طبعا مدربين محترمين جدا معايا، المنظومه كلها طبعا، حب بيننا وبين بعضينا، كل الحاجات دي بتنجح اي منظومه. طبعا احنا بننقي اللعيبه، اللعيب مش اي لعيب بيجي بيدفع بينزل الملعب او بيمضي في نادي المقاولين، لان نادي المقاولين اسم كبير طبعًا. لازم نحافظ عليه طبعا. بنشوف اللعيبه كويسه بتبقى موجوده معانا، لان طبعا طول ما هو بيلعب كويس وبنقدر نشتغل عليه وبنقدر نطلع منه الامكانيات بتاعته، هو بعد كده بدل ما كان بيدفع قرشين، لا بعد كده هياخد 5 وهياخد 10 وهياخد 20، هيقدر يعوض كل اللي دفعه من خلال طبعا الشغل اللي احنا بنعمله والمجهود اللي هو بيعمله. واولياء امورهم طبعا نشكر اولياء امورهم على الثقه ديت ان هم بيجوا طبعا. لا انا بشوف، انا بشوف مدى العلاقه ما بينك وما بين اولياء امور فرقتك، يعني بتسودها الاحترام والموده. ومهما اقول عن حضرتك كابتن صبري، يمكن انا شايف ولامس فعلا انت عامل مجهود كبير جدا، جايب اجهزه محترمه، جايب ادوات محترمه،
حتى يمكن انا عايز اوضح للساده كمان المشاهدين، اللعيبه بسم الله ما شاء الله لبسها في الملعب، كل يوم تمرين بزي مختلف، في زي للخروج للمباريات الخارجيه، انت عامل شغل كبير وان شاء الله. طبعا نتمنى لك الاستمراريه والنجاح. ربنا يخليك. وانا بشكرك على المداخله، وتحياتي لكل الجهاز الفني اللي مع حضرتك والاداري، وان شاء الله احنا على وعد بان احنا لازم نلقي الضوء على التجربه الاستثماريه. اكيد طبعا اكيد. وتكون ضيفنا ان شاء الله كابتن صبري، وتشرفنا في برنامج صوت الناشئين. وطبعا عندك لعيب من اللعيبه المميزه جدا موجود مع حضرتك، احمد محسن. يعني ما شاء الله عليه، مهاجم كويس جدا، وهيبقى من المهاجمين ان شاء الله، هيبقى له مستقبل كويس جدا بصراحه. يعني شفناه طبعا كان بيلعب في حلوان، وما شاء الله عليه من ساعه ما جه معانا، لا ما شاء الله عليه هيبقى ليه مستقبل كويس جدا. وافتكر الكلام ده يا كابتن محمد. انا شفته في الملعب وعارف، انا شفته. انا بشكرك حبيبي يا كابتن، حبيبي يا كابتن صبري، وبشكرك وان شاء الله على وعد مع الكابتن صبري سمير في الحلقات القادمه باذن الله. شكرا على المداخله كابتن صبري، وكل تحياتي لحضرتك. ابو حميد، كلمه اخيره تحب توجهها؟ طبعا هو قال فيك كلام شعر كابتن صبري. والله يا كابتن يعني انا مبسوط جدا ان انا معايا هو وكل الجهاز اللي في النادي. انا عايزك تقول كلمه اخيره لحد يكون صاحب فضل عليك بدعمك، وان شاء الله على وعد ان احنا نلتقي بيك دائما ونلقي الضوء عليك باستمرار. لكن قبل ما اختم معاك، تحب توجه رساله لاي شخص؟ اتفضل. انا احب اوجه رساله لكل شخص، كل مدرب، اسف، لكل مدرب كان له فضل عليا، اشكرهم جدا جدا يعني، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واوجه بقى رساله لابويا، يعني انا بجد الحمد لله ان ربنا كرمني باب زي ده، وان شاء الله ما خيبش ظن حد بيحبني يا رب. ان شاء الله. يعني ما فيش حاجه لماما يعني، كله بابا وبابا. لا طبعا موجود، طبعا لا موجود، بس بصراحه يعني هو كل حاجه يعني الحمد يا رب لله. يشوفك حاجه كبيره يا رب، وتفرحه وتسعده وتسعد اسرتك وتسعد اهلك. انا اتشرفت بيك يا ابو حميد، وان شاء الله زي ما قلت لك على وعد دايما مع بعض، نشوف اخبارك ايه واستمرارك في الملاعب، وان شاء الله تبقى نجم كبير. اسمحوا لي هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا النهارده نجم كبير كابتن محمد عز، المدير الفني لمنتخب القاهره مواليد 2006، وايضا المدير الفني لنادي المقاولين العرب مواليد 2006. اهلا بكم من جديد. طبعا يسعدني يكون في الفقره الثانيه معايا النهارده نجم كبير، وزي ما قلت في بدايه الحلقه ان في بعض البرامج المموله، وانا بحط 100 خط تحت المموله، من بعض اولياء الامور اللي اتكلمت في حلقتها الاخيره احدى البرامج عن تشكيك اختيار كابتن محمد عز، وفي البعض اللي بيقول السي في. اسمحوا لي انا هستعرض قبل ما ارحب بضيفي السيره الذاتيه للكابتن محمد عز في عجاله. محمد عز الدين عبد عيد محمد، تاريخ الميلاد 16/9/80. اسمحوا لي بقى اقول الشهادات التي حصل عليها المدرب كابتن محمد عز: الدوره الاساسيه من الاكاديميه الاولمبيه للقاده الرياضيين 2011، الدورة المتقدمة من الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين 2011، الرخصة سي الدولية للمدربين الرياضيين 2012، الرخصة بي الدولية للمدربين 2014، الدورة الدولية الإنجليزية للمدربين المقامة بنادي المقاولين العرب 2010، الدورة المتقدمة في كرة القدم الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين 2012، الدورة المتخصصة في كرة القدم الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين 2013، الرخصة الدولية من أكاديمية ليفربول الدولية للمدربين 2019،
عمل مدرب عام فريق 16 سنه مواليد 95 بنادي المقاولين العرب، مدير فني لاكاديميه المستقبل بنادي المقطم، مدير فني فريق 99 باكاديميه نادي المقاولين العرب، مدرب عام في اكاديميه ليفربول تحت اشراف المدير الفني ديفيد ريدل في مدينتي اللي هي مقامه في مدينتي، مدرب عام فريق 17 سنه مواليد 95 بنادي المقاولين العرب، مدرب عام فريق 20 سنه مواليد 94 بنادي المقاولين العرب، مدرب عام فريق 14 سنه، مدرب عام فريق 19 سنه، مدرب عام فريق 17 سنه، مدرب عام فريق 15 سنه، على مدار التاريخ سنوات الخبره في مجال التدريب، مدرب عام فريق 16 سنه برضو قلنا. يعني انا عايز اقول ان البعض اللي اتكلم على الكابتن محمد عز، انت لا تمتلك 1% من خبرات ودورات وشهادات محمد عز. محمد عز اللاعب الخلوق، يعني انا هستعرض برضو حياته كلاعب. البطولات الافريقيه للناشئين تحت 17 سنه في بوتسوانا عام 97 المركز الاول، ده وهو لاعب. بطولات كاس العالم للناشئين، بطوله كاس العالم للناشئين تحت 17 سنه في القاهره عام 97، بطوله الفرنكوفينيتيه في كندا عام 2003، بطوله القطاعات للناشئين، بطوله القطاعات للشباب، بطوله كاس مصر، بطوله كاس مصر المركز الثاني مع نادي المقاولين العرب، تم تصعيده للفريق الاول وهو عنده 17 سنه مع الكابتن محمد رضوان. كان في الوقت ده اصغر ناشئ بيتعمل له عقد بمرتب مجزي. محمد عز اسم كبير في عالم التدريب. بشكر مجلس اداره منطقه القاهره على راسها الاستاذ حماده الشربيني، الاستاذ الكابتن الكبير نافع عبد الدايم، دينامو ايمن حسان، محمد المسلمي مدير عام التنفيذي. بشكركم على اختياركم الكابتن محمد عز كمدير فني لمنتخب 2006. مش هطيل اكتر من كده لان السي في قوي، محتاج حلقه كمان عشان اقدر اقول كل ما يخص محمد عز. اهلا بيك كابتن محمد. ازيك كابتن محمد، ومتشكر جدا على التقديم الهايل ده من نجم اعلامي كبير زي حضرتك. وطبعا يعني اختصارا للوقت يعني بتاع حضرتك، في عجاله كده الواحد يعني سبحان الله يعني بيحاول يجتهد في شغله وبيسيب كل حاجه بقى بقيت اي حاجه تانية على ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله ربنا بيكافئني الحمد لله ان انا مسكت كابتن رضوان، خلاني امسك مدير فني 2006 في نادي المقاولين العرب، واداني الفرصه. وهو راجل يعني ليه فضل عليا كبير جدا من وانا صغير خالص، من وانا عندي 20 سنه و18 سنه كان هو اللي صعدني، وهو اللي مضاني العقود، وهو اللي كان واقف جنبي من وانا صغير. طبعا انا بكن له كل احترام واداب، يعني ان هو راجل من زمان وهو بيشوف حاجات صغيره في اللعيب ويبدا ينميها ويطورها ولغايه ما يلعب درجه اولى، زي بالظبط محمد صلاح ما طلعه والقعد هو اللي صبر عليه، هو اللي لعيبه هو النني، وربنا كرمه محمد صلاح، كابتن محمد صلاح وكابتن النني. فان شاء الله باذن الله يعني نعمل حاجه لنادي المقاولين العرب نادينا، ونعمل حاجه لمنتخب القاهره باذن الله. أنا يعني أنا حبيت أوضح الصورة، لأن البعض اللي انتقدك لا يمتلك نصف خبراتك، لا يمتلك 1% من دوراتك التدريبية. فيعني أتمنى إن يعني كل واحد يتكلم على حجمه، كل واحد يتكلم عن نفسه. أنت مدرب ماسك فرقة كبيرة في السن، أنت طبعًا ما تعرفش اختيارات مدير الفني للمنطقة، لأن أنت مش أفضل ولا أذكى من الناس اللي بتدير المنظومة في منطقة القاهرة. يعني أتمنى كل واحد يشتغل، وبلاش نجرح في بعض، وبلاش نبص لبعض، لأن أنت ماسك منطقة مرحلة سنية تختلف عن مرحلة 2006. طمعان في المنتخب 2006، سيب فرقتك وروح امسك منتخب فرقة 2006 في ناديك. فأتمنى البرامج الممولة، وبحط بين قوسين الممولة من بعض أولياء الأمور، وانتوا اعترفتوا كده في برنامجكم وقلتوا ان البعض بيتهمنا بيقول ان احنا برنامج ممول من أولياء الأمور. انتوا اعترفتوا كده في برنامجكم وموجود على السوشيال ميديا، موجود على اليوتيوب. اتمنى ان انتوا تشتغلوا، تسيبوا الناس تشتغل، كل واحد يعمل دوره بما يرضي الله، بلاش نجرح في حد، لان انتوا حجمكم قليل جدا 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 جدا.
كابتن محمد عز، كلمنا عن اختياراتك كده وتجمعاتك الاخيره ومرحلتك وفكرك في مرحله منتخب القاهره 2006. والله منتخب القاهره اول لما ربنا كرمني يعني وادوني الفرصه ان انا امسكه يعني، كابتن ايمن حسان كلمني وكابتن حماده الشربيني كلموني ورحت قعدت معاهم. فالناس احنا في منطقه القاهره بنشتغل كمنظومه كلنا مع بعض، الناس كلها بتجتمع حاطه نقط بنمشي كله بيمشي عليها. زي ايه بالظبط؟ زي مثلا انا اختياراتي في نادي المقاولين او نادي انبي او نادي الاهلي او في لجنه فنيه بتتكون من 7 افراد ذو خبرات عاليه جدا، بيختاروا كل واحد بيروح ماتش وبيختار لعيب اللعيبه المميزه في المباراه بين الفرقتين، وكلهم قامات كبيره. الكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن سعيد الشيشيني طبعاً. كلهم قامات كبيره اعضاء اللجنه الفنيه. فبعد لما بيجي كامل كلهم طبعاً اعضاء طبعاً. بعد كده هم بيرشحوا الاسماء وبعد كده انا بروح اتفرج على اللعيبه دي وانا ليا نقطه وكل واحد فيهم ليه نقطه، وبنتجمع اللعيبه اللي جميع اللجنه الفنيه وانا اجتمعنا عليها، بنعمل معسكرات بنشوف اللعيبه بعد كده بنبدا نختصر منهم شويه شويه شويه. ليه؟ عشان انا طبعا سافرت في اليابان حوالي 16 لعيب، فلما هيسافر 16 مش هاخد كل مصر يعني، ده فرق كتير جدا ولاعيبه كويسه جدا، مش معنى انت ما اخترتش انت لعيب وحش، لا في مثلا في واحد في كذا مركز مثلا زي مثلا مساك او الباك ليفت او الباك رايت او بيبقى في 5 لعيبه في الانديه كلها زي الام بي والاهلي ودجله ومقاولين وشمس، فرق بتاعت القاهره كويسين، لازم اختار منهم 1 او 2 على اقصى حاجه. بس طبعا احنا الفتره اللي جايه هنختصر الوقت، يبقى اللعيبه هتبقى 35 لعيب مثلا او 40 لعيب، نبدا نصفيهم لغايه يوم قبل السفر مثلا بشهر شهر ونص شهرين، نبدا نعمل معسكرات بتاعتنا وربنا يكرمنا يعني. بس هي المشكله ان الناس مستعجله، بس انا عايز اطمن بس اولياء الامور والناس ان احنا كل منطقه القاهره دي منظومه كبيره، ناس محترمه، ناس بتجتهد، ناس بتحاول تدور على اي حاجه صح كويسه بيعملوها، ما بيحاولوش بقى يبصوا ان اي حد ناجح باي منظومه ناجحه او اي فرد ناجح في اي حته بيلاقي ناس يعني بتقول عليه ان هو كذا وكذا وكذا. فالمواضيع دي مواضيع يعني تافهه بالنسبه لاي حد يعني كبير زي منطقه القاهره، ما مش هيبص للحاجات دي، هم بيعملوا الصح وبيجتهدوا وربنا بيكرمنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونسافر اليابان ونعمل بطوله كويسه وناخد مركز، ناخد اول باذن الله، ناخد بطوله ونرجع لمصر. انا متفائل ان شاء الله خير باذن الله. فمش عايز اطمن الناس يعني كلهم يعني ما تقلقوش يعني ان شاء الله منطقه القاهره ما فيش حاجه اسمها مجاملات، ما فيش حد خد ده وما تاخدش ده، كله الحمد لله الناس مدينا صلاحيه تامه، اختار زي ما انت عايز، شوف اللي انت عايزه، اعمل طلبات عايز ايه كده، كل الناس معسكرات ايه كل حاجه متوفره وناس محترمه. والدينامو اللي بتاع منطقه القاهره كابتن ايمن حسان على طول في اي حاجه كابتن عايز حاجه بيسال وبيطمن في اي مشكله بيحل اي حاجه الحمد لله، والناس الحمد لله حاطين ثقه فيا ومتعاونين فيا والحمد لله رب يكرمنا باذن الله ونعمل نتيجه كويسه باذن الله. كابتن عز اسمح لي اسالك سؤال ممكن يكون يعني محرج شويه، اختيارك هل بيتم بناء على الاجسام القويه ولا بيتم على لعيب الكوره؟ هي طبعا دلوقتي في عصر الحديث دلوقتي الكوره الحديثه طبعا في اجسام طبعا، بس يعني في طبعا ده لعيبه في لعيبه موهبه صغيره، لعيب مهاري ممكن يكون جسمه صغير، والمرحله السنيه 2006 دي لسه مرحله البلوغ دي لسه في ناس حصل فيها بلوغ وناس لا، فالمرحله دي مرحلة حلقة، فاحنا بنصبر على الناس لغاية قبل السفر بشهر ونص. ليه؟ عشان ممكن واحد يبقى قصير بس مهاري لما يطور شوية وينمو بيبدأ يتواكب مع التاني اللي هو جسمه قوي شوية، فممكن نختار في المرحلة دي المهاري، مش شرط يبقى جسمه جامد، ما ممكن يبقى جسمه جامد بس مش مفيد في الفترة دي. أنا في واختياراتي مراحل، يعني إيه؟ يعني مثلا في مرحلة محتاجة الأجسام مع شوية مهارية مع شويه واحد برضو عنده وعي خططي في الملعب، في واحد لازم يبقى واحد او اتنين قاده في الملعب بيقدروا يسيطروا على الفرقه ويتكلموا ويتحركوا كويس عشان يقدر يساعدوني ان انا اقدر اخد البطوله باذن الله. هل ممكن تجامل نادي المقاولين في عدد اكتر من الاهلي او انبي؟ انا عايز اقول حاجه بس للناس الساده المشاهدين، اختيارات كابتن تامر حفني واللجنه الفنيه اللي كانت بتعاون كابتن تامر حفني
هم اللي احنا هو اختارهم انا اخترتهم برضه هم موجودين وهم موجودين وكابتن تامر حفنا عمل طبعا مجهود ويشكر عليه ربنا يكرمه وبشكره من خلال برنامج حضرتك واختار ناس فعلا لعيبه كويسه واحنا بنحاول برضه بقلل الاعداد على قد ما يمكن عشان اقدر اركز مع المجموعه اللي 30 او 35 لعيب عشان اقدر اصفيهم ب 16 ونسافر باذن الله اليابان بس فهي المرحله دي مفيش حاجه اسمها نادي المقاولين ولا حد احنا بنلعب بمنتخب القاهره يعتبر زي منتخب مصر بالظبط فلو انا ما راعيتش ضميري مع 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 كل الانديه اكيد ربنا مش هيكرمني يعني فانا يعني بقول للناس الساده المشاهدين واولاء الامور ما حدش يقلق مفيش حاجه اسمها نادي المقاولين او نادي انبي او انا ماسك منتخب القاهره 2006 بتشوف من نادي المصري بتشوف من الدجله وكل اللجنه الفنيه معايا والناس بتشوف ما انا مش هقدر اختار واحد مثلا مش بالنسبه للعيب تاني احسن منه اللعيب التاني مثلا في نادي تاني وانا اختار مين واصمم عليه كله متفق مع بعض الكوره ملعب هتنزل الملعب الناس كلها هتشوف انت لعيب كويس او لعيب وحش دي اختيارات برضه اختيارات وبتشارك بعض مع بعض بتشاركوا طبعا في طبعا الناس عندهم خبرات لازم استفيد منهم اللي ما بيستفيدش من الخبرات اللي حواليه ده بيبقى اناني شويه وربنا ما بيكرموش عشان هو عنده مثلا مثلا فكر في دماغه وعلى ما اعتقد ان هو اكيد هيبقى غلط في الاخر لازم تستفيد من كل حاجه انت شايف ان الكره المصريه في الوقت الحالي تقدر تنافس بره عالميا والله احنا ماشيين دلوقتي بخط مستقيم كويس جدا كاتحاد كوره كمناطق القاهره او الجيزه او 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 احنا ماشيين في خط سليم بس طبعا محتاجين شويه دعم مننا نفسنا لازم نجتهد اكتر لازم ناخد دورات اكتر كمدربين حتى الناس المسؤولين بياخدوا دورات في الاداره ازاي وازاي يدير مجموعه وتيم وورك ازاي يبقى عامل تيم وورك ازاي فكل دوت لو احنا اجتهدنا فيه اكتر اكيد هنوصل ونبقى احسن واحسن باذن الله يعني انت شايف ان بطوله طوكيو ديت انا يعني البعض بيقول لي انها عباره عن بطوله تعتبر بطوله دوري مدارس لا 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 ده الكلام ده هل ده صحيح ولا هل فيها انديه لا لا فيها ثقل مثلا ده كل عواصم العالم يعني هتلاقي مثلا ساو باولو مثلا هتلاقي مثلا باريس بيلعب فكلها عواصم زي مثلا عاصمة منطقه القاهره عندنا عشان عاصمه جمهوريه مصر العربيه القاهره فكل عواصم العالم بيلعبوا فبيعتبر من احسن الفرق اللي في العالم كله بيسافر في طوكيو ودي دوره دلوقتي يعني بقى لها اكتر من 5 6 سنين لو هي دوره مدارس زي ما بيقولوا او هتلاقيها ضعيفه ما حدش هيروح اما كل سنه بيعملوا حاجات متطوره اكتر وبيستدعوا فرق اكتر واقوى فاكيد يعني هي الكلام ده غير صحيح يعني اكيد بالمره يعني من خلال طبعا متابعتك لمدير فني كمدير فني نادي المقاولين العرب 2006 يعني عايز اعرف انت بترى المنافسه ازاي في الدوري 2006 انا برضو يعني انا عايز اقول حاجه يعني هي مش ممكن تتاخد على منطقه القاهره لكن انا بشوف بعض الانديه مستواها قليل جدا ملاعب سيئه يعني مثلا ماتش اللي نادي المقاولين لعبه في المقطم ده في نجوم المستقبل سوري شباب المستقبل ملعب سيء جدا شفنا فرقه يعني ضعيفه المستوى هل الدوري ده ممكن يفرز مواهب تقدر تعتمد عليها من خلال منتخب القاهره والله يا كابتن محمد انا في اول تجمع جالي حوالي 76 لعيب خدت من المستقبل وخدت من اتصالات والشرطه والشمس والمقاولين واهلي ودجله والنصر وان شاء الله الفتره اللي جايه هاخد بتوع منطقه القاهره اللي بيلعبوا احنا بنلعب سوبر فده دي فرقه السوبر في فرق المنطقه نفسها بقى كل الشباب مركز شباب هشوف الناس دي واكيد اكيد اكيد لعيبه مصر الحريفه جدا طلعوا برده من مركز الشباب وطلعوا من بيلعبوا في الشارع يعني فمعنى كده هتتجول كده زي الكابتن ربيع في 2001 كده هتتعلم من الكابتن ربيع ياسين احنا بنتعلم منه راجل مجتهد وبيدور على اي لعيب كويس في اي حته وانا الحمد لله ما بزهقش حياتي هي الشغل اسمح لي طالما رحنا تطرقنا للحديث الكابتن ربيع ياسين بوجه له طبعا كل التقدير والشكر والكابتن عبد الستار صبري طبعا وبوجه رساله يمكن الكابتن ربيع ياسين ما جاش مباراه انبي والمقاولين العرب 2001 في بطوله الجمهوريه اللي طبعا فاز فيها فريق نادي المقاولين العرب بقياده الذئب
كابتن عبد العزيز مصطفى 5-3 كابتن زيزو، كابتن عبد الستار صبري، عايزك رجاء محمود تايسون المهاجم، محمود تايسون المهاجم ارجوك تبص عليه كويس، لانه لحد الان هداف داخل يمكن بينافس على هداف البطوله. اسمح لي اقول لك بص عليه، لانه ما انضمش ولا معسكر لمنتخب الناشئين 2001 اللي بيقوده الكابتن ربيع ياسين. اتمنى الكابتن عبد الستار كان موجود في المباراه، اتمنى ان انت تحاول في اول تجمع تبعت فاكس لتايسون مهاجم نادي المقاولين 2001 اللي احرز سوبر هاتريك في مباراه انبي. اتفضل يا كابتن عايز. عايزين برضو نتكلم على الموضوع اللي حضرتك اتكلمت عليه ده، مواليد 2001 او قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب. كابتن، المنظومه بتاعت نادي المقاولين العرب دي انا بسميها منظومه كبيره، بيرأسها طبعا رئيس النادي كابتن الباشمهندس محسن صلاح، ومدير الكوره كابتن الباشمهندس محمد عادل، مشرف العام، مشرف عام طبعا. كابتن رضوان في اول السنه قعد مع المدربين وقال لك احنا عايزين بقى لنا سنه هو ولا سنتين، اللي طلعوا من الناشئين في نادي المقاولين العرب مش كتير، عايزين نطلع من كل فرقه، الفرق الكبيره اخر فرقتين ثلاثه كبار، كل فرقه اثنين ثلاثه لعيبه. فقعد معانا وادانا استراتيجيه بتاعته، قال لنا احنا مش هنعدي ال 20 لعيب في كل فرقه، بالنسبه للقوائم، عشان كل فرقه، كل مدرب او كل اثنين مدربين في كل فرقه يركزوا مع اللعيبه. وفعلا ده اللي حصل. كابتن رضوان عمل الاستراتيجيه بتاعته. خلي بالك كابتن عز، ايوه خلي بالك، يمكن انا ما قعدت مع الكابتن رضوان، قال لي ممكن الناس ما تستوعبش مدى يعني ايه نقلل عدد القوائم. انا النهارده ببص على عدد المشاركات، ببص ان في فرق مائده 30 لاعب بيعتمد على 16 17 لاعب طوال الموسم. فمن هنا جت فكره القيد اللي يبقى لا يزيد عن 20 لاعب واثنين حراس مرمى في كل فرقه. قال لي النهارده اللاعب هيستفيد بشكل كويس، زي ما انت حضرتك بتقول المدير الفني والمدرب العام يقدر يشتغل بشكل كويس معاهم، لان العدد بيبقى قليل، وهو كده كده هيبان اثرها في الفترات اللي جايه سواء بدنيا او سواء فنيا، يعني اللاعب هيكون مستفاد بشكل كويس جدا جدا. ده اللي هيفرز المواهب اللي تقدر تدعم وتكون نواه للفريق الاول، زي ما تعود قطاع الناشئين نادي المقاولين العرب ان هو يكون دايما نواه وداعم للفريق الاول. طبعا كابتن رضوان الاستراتيجيه بتاعته دي الحمد لله، يعني انا من واحد من الناس اللي كنت بتناقش معاه كتير، كابتن رضوان انا عايز ازود عدد، قال لي صدقني هتبقى احسن وكذا، وقعد يشرح لي واقتنعت طبعا، واشتغلنا على الموضوع ده. وطبعا الحمد لله رب العالمين، اللعيبه كلها في قطاع الناشئ نادي المقاولين العرب، لو حكيت طبعا بتتابع نادي المقاولين، كل فرقه لا يقل الفرقه 18 20 كلهم لعبوا، لو على اخر السيزون اللي هو الاولاني. انت عارف يا كابتن عمل التدوير لكل، انا عندي 21 لعيبه يا كابتن، 3 اجوان و18 لعيب بالظبط، كله لعب، اقل واحد فيهم طبعا عشان حارس المرمى، عشان يعني بتبقى ظروفه صعبه شويه، لعب 3 ماتشات من 10. انا لاعب 10 ماتشات، 3 ماتشات الباقي كله، عندك مروان، كلهم لعبوا، كلهم لعبوا، اقل واحد لعب 5 ماتشات من اللعيبه نفسها. فمعنى كده ان استراتيجيه كابتن رضوان ناجحه، بتطلع لعيبه، بتخلي اللعيب يلعب على طول، بيخلي المدرب يركز على اللعيبه كلها 18، ما يبقاش عنده عدد كتير، ما يتوهش، يبقى مركز هو المدرب المساعد، المساعد بياخد جزء والمساعد وانا باخد جزء. وطبعا عندي في نادي المقاولين العرب كابتن محمد محسن المساعد بتاعي، ربنا يكرمه كل الشكر طبعا، وعندي في منتخب القاهره برضو المساعد معايا في المنتخب برضو، ومعايا كمان مساعد كابتن هشام خالد. هشام خالد كام؟ ربنا يكرمه، يعني الناس من الناس المحترمه في دجله، ومدرب حراس عندي احمد هاشم برضو من نادي النصر. ناس طبعا كلنا انا في نادي المقاولين او في المنتخب كلنا بنبقى اسره واحده، بنجتهد، بنحاول نطلع احسن صوره الناس تشوفها للعيبه دي بس كده. والله يا كابتن عز انا يعني انا واثق فيك وداعم لكل مجتهد، انت انسان مجتهد، اتفرج عليك في التمرين، ثقه الكابتن محمد رضوان فيك كبيره. يعني النهارده كابتن عز اشتغل كمدرب عام، كمدرب مساعد، النهارده أول موسم بيديك الفرصة، وأنت قلت لي ده الأب الروحي. كابتن رضوان ده يعني يمكن هو كلمنا على الهوا قبل الهوا كلمنا،
وقال لي عز ده ابني. كابتن يعني رضوان ده يعني حاجه يعني يعني بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا، ان هو يعني بيجتهد جدا جدا في اختياراته، وبيقعد مع نفسه ويركز ان هو ده يبقى هنا، وقليل جدا من المدربين او من رؤساء القطاع اللي يعرف نوعيه المدرب تليق على فرقه مرحله كام سنيه كام. خبره ده المنقص. يعني ده يحطه هنا ده يحطه هنا، فهو راجل عنده رؤيه مستقبليه. فطبعا انا بشكره جدا من خلال برنامج حضرتك يا كابتن ان هو بيديني الفرصه دي. انا ان شاء الله على قد المسؤوليه باذن الله. انا اللي بشكر مهندس محمد عادل وعلى راس المنظومه محسن بيه صلاح على اختيارهم للكابتن محمد رضوان في فتره حرجه جدا كانت بيمر بيها قطاع ناشئين نادي المقاولين العرب. انا اللي بشكرهم على انهم على حسن اختيارهم، لان دايما عودنا الكابتن محمد رضوان ان هو المنقذ للفريق الاول دائما. النهارده انقذ قطاع ناشئين نادي المقاولين وحطه على الطريق السليم، لان فعلا الفترات اللي قبل كده وخاصه القريبه جدا كان نادي قطاع ناشئين نادي المقاولين كان رايح للهويه. انا بشكرك كابتن محمد عز. شكرا. ان شاء الله هنلتقي ونكرمك انت وفريقك بالبطوله وعودتك من طوكيو 2020 ان شاء الله. متشكرين يا كابتن. انا اللي بشكرك على وجودك معايا وان انت اتحت لنا الفرصه النهارده ان احنا نتكلم بشكل موسع عن منتخب القاهره ونادي المقاولين العرب. اعزائي المشاهدين سعدت بيكم، وان شاء الله نلتقي في تمام الساعه العاشره الثلاثاء القادم. قبل ما اقفل بس واختم، انا بقول لبعض البرامج المموله بلاش نحطم الناس الناجحه، بلاش نحطم الناس الناجحه، لان انا قلت في البدايه انتوا حجمكم صغير جدا، وبقولها في الختام انتوا حجمكم صغير. اعزائي المشاهدين بشكركم على حسن المشاهده والمتابعه، ونلتقي يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 10 مساء مع صوت الناشئين.